رئيس المنتخب يتلقى التهنئة من ملك الأردن بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لمأمورية جديدة. الوزير الأول يستقبل وزيرة الصحة التنزانية مبعوثة خاصة للرئيسة التنزانية محملة برسالة خطية لرئيس الجمهورية. والأكاديمية الدبلوماسية بنوكشوط تحتضن احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وروسيا الاتحادية. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية وتصحبني فيها بلغة الإشارة الزميلة عائشة علي. تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب سيد محمد الشيخ الغزوان اليوم ببرقية تهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة. وهذا نص البرقية. فخامة الأخ الرئيس محمد الشيخ الغزواني حفظه الله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن أبعث إلى فخامة أخي العزيز بأطيب التحيات وخالص التمنيات بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن أعبر عن تهنئتنا ومباركتنا بالثقة التي أولاكم إياها شعبكم الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة. ويطيب لي أن أعرب لفخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدقي التهاني بهذه المناسبة، وأن أشيد بجهودكم الدؤوب وبحرصكم المتواصل على تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في بلادكم وتحقيق الازدهار لشعبكم الشقيق. وإني إذ أؤكد حرصنا على توسيع فرص التعاون بين بلدينا لأعرب عن تطلعنا للبناء على علاقاتنا الأخوية وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا مما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية ويحقق للشعب الموريتاني العزيز بقيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم والرفعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. استقبل معالي الوزير الأول سيد محمد البلال مسعود اليوم بمكتبه السيدة أم علي موهاليمي وزيرة الصحة التنزانية مبعوثة خاصة للرئيسة التنزانية محملة برسالة خطية لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. حضر اللقاء وزيرة الصحة ناها بنت حمدي والمكناس ومديرة ديوان الوزير الأول عشفال فرجس ومحمد إبراهيم الكوري مستشار بديوان الوزير الأول. وأعربت وزيرة الصحة المبعوثة الخاصة للرئيسة التنزانية في تصريح عقب اللقاء عن شكرها للحكومة الموريتانية على الاستقبال الحار الذي كانت موضعا له منذ وصولها إلى نواكشوط، وقالت إنها جاءت إلى موريتانيا محملة برسالة خاصة من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية سولوهون حسن إلى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لدعم مرشح تنزانيا لمنصب المدير العام منظمة الصحة العالمية للمكتب الإفريقي الإقليمي لإفريقيا. في موضوع آخر، احتضن مقر الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وروسيا الاتحادية، وذلك تعزيزا لأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. 60 عاما مرت على العلاقات الموريتانية الروسية
اليوم يحتفل البلدان بستة عقود من التعاون المثمر في شتى المجالات والتنسيق المشترك بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية. تحتفل وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وسفارة روسيا الاتحادية ببلادنا والأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية بعلاقات وطيدة وعميقة تنبئ عن مستقبل واعد وتستحضر تاريخا مليئا بمحطات البناء والعطاء عبر جميع الحقب، شعارها الثقة والاحترام المتبادل. رأت العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية النور في السنوات الأولى الموالية للاستقلال لتشهد تطورا مهما وملحوظا في فترة الستينات والسبعينات، تجسدت في توقيع وإبرام اتفاقيات متعددة في مجالات التعاون المختلفة المتعلقة بالتعليم والتجارة والصيد والنقل وغيرهما. وقد كان للأطر الموريتانيين المتخرجين من جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية فيما بعد من مديرين تنفيذيين ومهندسين وأطباء وطيارين الأثر البالغ على الحياة العلمية والمهنية في بلادنا. وعلى المستوى السياسي كانت الزيارات الرسمية المتبادلة تعكس متانة علاقات الصداقة القوية بين البلدين، ويكفينا في هذا الصدد أن نشير أن روسيا الاتحادية كانت ضمن الزيارات الخارجية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني فور تسلمه السلطة في عام 2019. سفير روسيا الاتحادية ببلادنا بوريس أناتولوفيتش زيلكو نوه بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، معددا أوجه التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والسياحة والصيد وغيرها، وهو ما عاد بمنافع كثيرة على الشعبين، مؤكدا أن هذه العلاقات الضاربة في القدم تعد ترجمة لتاريخ مشترك من التعاون وتبادل التجارب والخبرات يفضي إلى مستقبل مشرق. تابع الحضور عروضا حول العلاقات الموريتانية الروسية، أبرزها العرض الذي قدمه سفير بلادنا بروسيا الاتحادية دمان الهمر. تناول العرض أوجه التعاون كالتعليم العالي والثقافة والصيد والاقتصاد والاستثمار والتعليم العالي، وتعرض هذه اللوحات تاريخا زاخرا بالتعاون البناء في مجالات التنمية والتعليم العالي، حيث تتحدث الصورة عن تكوين أجيال موريتانية داخل الجامعات والمعاهد الروسية. ظلت هذه الأجيال ذمرة علاقات قوية. أرى أنهم فرص ذهبية للتعاون مع روسيا وبلدان الاتحاد السابق، لأنها فهم فرص حقيقة كبيرة في كل مجالات، مجالات الصيد، مجالات الزراعة، مجالات البنى التحتية. نحن نحتاج فقط أن نتحرك من أجل هذه، ولذلك الجمعية عندها عدلة اتفاق مع جامعة الصداقة في موسكو على أساسه نعدلوا معهد تكوين المهندسين في نواكشوط، يتولاهما الجانب الطاقم التكويني ونتكلم نحن نتولاه نحن اللوجستيك والبنى التحتية. حدث جيد ومهم للتذكير بذلك العلاقات مثلا اللي بدأت من 64 إلى يومنا هذا، أساسا في تكوين الأطر الموريتانية. تمثل هذه الاحتفالية مناسبة للدولتين في تعميق علاقاتهما أكثر لتطال التجارة والطاقة، إضافة إلى توطيد التعاون العلمي والفني والمهني. دشنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر مجمعا يضم منشآت رياضية وترفيهية ومرافق خدمية في حي مكة بمقاطعة الميناء. بقطع هذا الشريط يعطي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء حمود المحمد إشارة انطلاق عمل مجمع التآزر بمقاطعة الميناء، وذلك ضمن خطة عمل المندوبية الرامية لتقريب خدماتها من المواطنين خاصة من الشرائح الهشة. اليوم لهنا نشرف على تدشين هذا الصرح المركب اللي فيه حانوت جمعوي فيه جميع المواد الغذائية، وكذلك فيه فضاء للترفيه وفضاء للشباب في دار البيضة في حي مكة ومقاطعة الميناء في نواكشوط الجنوبية. هذه القافلة الجمهورية اللي بقى رئيس الجمهورية أنها تتوقف في كل المحطات ستتابع إن شاء الله، ولاهي تتابع مسيرتها، ولاهي نأكد لكم أنتم ممثلي مجتمع تآزر على أن أينما كان الفقر ستحل هذه القافلة، وأن هذه هي
تعليمات فخامة رئيس الجمهورية وطموحه. عمدة بلدية الميناء تحدث باسم الساكنة عن أهمية افتتاح هذا المجمع. إنه لمن دواعي البهجة والسرور أن أرحب بكم اليوم في حفل تسليم مفاتيح فضاء تآزر في مقاطعة الميناء، والذي يعتبر صرحا اجتماعيا ورياضيا وحيويا متكاملا، سيعمل بدون أدنى شك على فك العزلة عن أحياء مكات في الدار البيضاء وتقريب الخدمات الأساسية النوعية منهم. إن بناء هذا الصرح الحيوي الهام في أقل من 35 يوما، حيث تم وضع الحجر الأساسي يوم 6 يونيو المنصرم قبل أسبوع من انطلاقة الانتخابات الرئاسية، وتسليمه بعد أسبوع من الإعلان الرسمي نتائج الانتخابات، يعتبر دليلا قاطعا على أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني ماض في دفع عجلة التنمية والتركيز على الطبقات الهشة في المجالات التنموية بالتوازي مع المسيرة السياسية الديمقراطية التي شهدت البلاد. وقد تجول الحضور الرسمي داخل مختلف مكونات هذا المجمع الذي يضم مجزرة ومتجرا لبيع المواد الغذائية، فضلا عن مقهى وصالة لكرة القدم داخل فضاء للترفيه، وتابعوا شروحا حول خدمات كل مكونة من هذا المجمع. قدم السفير سيدي ولدومان بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان أوراق اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وبعد تقديم أوراق الاعتماد، أكد ولدومان استعداد موريتانيا لتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما قام السفير بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الباني الحسين بن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين وجلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراهم. دعا عدد من المواطنين ممن استطلعت قناة الموريتانية آراءهم إلى نبذ كل ما يؤدي إلى التفرقة والشرائحية، مطالبين بأن تشكل لغة التعايش أسلوبا ومنهجا يستقر العمل به بين كافة فئات المجتمع الموريتاني. خرس السوق الدابات خرس السوق ناس ما شاء الله تبارك الله تراهم بالوانها ولير كولير سمعت ولير لانج كل حد يتكلم في الوقت ادت الواقع هون ما الكراهية والعنصرية موريتاني ما عنده ليش سمعت خارج أمور هون ناس بعض من الناس يواحلين فيه أمور سياسية ما يعطوا يدخلوا في الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني دور حاجة ينفعهم شيء سمعت الشعب الموريتاني دور حاجة يعاونهم شيء سمعت نحن في الواحدين سمعت أنا رايني وفلاني نتكلم في الدخل الواقع الحمد لله سمعت إنه ما وعد شيء حد يخلى إنه كل حد يقيس شغلته يطلع ناس كلهم يمشيوا حال فهموا ناس أخوة سمعت ولا تدخلوا في رؤوسهم شيء من الناس بعض من الناس هون يتكلموا شيء من الأمور ما عندهم لها شيء. الوحدة الوطنية خط أحمر عند جميع الموريتانيين بأبيضهم وبكحالهم بأجناسهم كاملة، به اللحمة الوطنية أساس مرتكز شعوب نامية والشعوب المستقرة والاستقرار والأمن، هذا خط أحمر ما يلا حد يقبل يفرط فيهم. يقول الشعر يا الشعب أبيض ولاها أخبار وأخبار أنت كامل شقة شقة أبيض وتختار غير التم لا شقة، احنا كاملين الشقة ولا فينا اللي يصيف عن الثاني، لا كيفك حال العين وبياضها. أنا نحدها مفرق بين موريتانيا والله يجري بينها أزمات، هو الباقي ما هو لا يجبر إلا كيده في نحره. سمعتني يلا مدة تعود يدا بيد أيدي بخويا أكحال وأبيض ما عنده إن أكرمكم عند الله يتقاكم، الشرف هو التقع إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ضاع النسب تو يلا نتخاوى كاملين ونتحالوا هاي نعرفون ما يقيرنا اللي خالق للشعوب الأخرى باللي ما يغير باللي ياكم جاو هنا تياه نعوذ بالله يكون في الشوارع ويكون في حال يرثى له، هذا ما يغير يلا ننبذ خطاب الكراهيه ونعود يدا بيد كاملين حول مستقبل موريتانيا في امان وفي تقدم وازدهار. نحن ندور بلدنا ود بلد امين وسالم وسالك من المشاكل. دور ود خالقه عندنا الوحده الوطنيه، دور نستقر ود مده واخوت واصحاب كيف موريتانيا يكساع. ذاك هو اللي قالنا نحن يكساع. على بوك مزنا احنا صغيرين نعرف والدينا عندنا جار كبار درؤوا كلهم فيهم فمين ولا ثلاثه انت تقد شي تبات عندنا نحن وتقد توخم من فم دارنا تقز دار اخرى ياك مات لخالك ياك وترى قلوب متشابهه
والناس تقول زينه وتوحك ونين جانا قلنا قيل عندك انت والله نبات عندك والله نبرك عندك كذا ما تلك خالق ندور وتقول مالي دوله زينه ودوله الخير ونحن ذر واحد فهمتني يعني خلق كل شيء زين زين عندنا احنا كاملين عامتنا يعني خلق مالي شيء مو زين ياتنا احنا مالي نقوموا ونخرصوا كان نقيروا بطريقه سلميه ما هو بزرق الاحجار ولا بالعياط ولا بسرقه ولا ما هو صالح وذاك هو اللي ندور ونتمنى ان شاء الله الامور الثانيين وتركوا والشباب والناس مثقفة نقوموا نعدوا بلدنا. نحن الشعب ضعيف وهذا ما عندنا لش وتجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والشعب مسلم ولا ولا لا يالله نعود من بيننا نكون التكافل الاجتماعي والشي الصالح. الوحدة الوطنية يالله نعود وقاع فتنة تخطيناها بين اللي حالا لودوا للوحدة الإفريقية وشاد شاد شادين أخبارها ويا الله نعود اسم واحد ما فينا حد يحس بشي ما حاس به الاخر ويا الله يعود ما فهم اي فرق بين بيضنا ولا اسودنا هذا ويا الله تعود الناس كامله هذا هو اللي عنده وهو توجهه وبالتالي نعوداش نعود ونموذج ذا العالم اللي بزرنا بين اللي احنا كمجتمع فيه عده اعراق ووقت الى ابن ذاك يا الله يعود الشكل وحده بين اللي فهم عامل واحد يجمعنا وشنو هو عامل الدين الاسلامي يلا نعود نتنافسوا له كامل التقوى والوحده وهذا هو الراجل عند الناس كامل ان نتعود هكذا. هذا الوطن نحن حارسين عليه وهاي العنصريه وهاي الفتنه وهاي هذا وطن اصلا معروف بالسلم الموريتاني والامن والاستقرار وهاي العنصريه اللي قاضين وحدين نحن ما عاد سلاح بينا قاع وشي ما نجبر ب النقاش وتفاوض بالسلمي ما هو يجبر بالعنف قطعا. إن أكرمكم عند الله يتقيكم المساواة ونأتي ونظرتي أنا حسب نظرتي أنا عن المشاكل وإذا ما في خير على المصلحة يسوي أنا ويسوي زيد العمر اللي نحن أمة إسلامية قالت نعود هدفنا كامل لله صالح فهمت والسلطات الموريتانية شاكرين على التأمين الوطن بلد الحمد لله رب العالمين وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ننتقل إلى نافذتنا الخاصة بالأنباء الدولية لكن بعد هذا الفاصل. جديد وقبل ذلك نشكر الزميلة عايشة علي التي رافقتنا بلغة الإشارة. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن حي الشجاعية منطقة منكوبة ولم يعد صالحا للسكن وأن الاحتلال دمر 85% من منازل الحي وبناه التحتية ميدانيا. أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام أنهما استهدفتا عدة آليات للاحتلال جنوبي حي السلطان برفح وقصفتا قوات الاحتلال بمحور نتساريم وقوات متوغلة بمدينة غزة كما قصفت مستوطنات غلاف غزة ومدن عسقلان وسدود وسديروت بعدة صواريخ وتزامنت هذه العمليات مع إعلان حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر على غزة حيث ارتفع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 38,345 شهيدا و 88,295 مصابا. اختتم زعماء حلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اجتماعهم اليوم بتركيز واضح على دعم أوكرانيا ومواجهة ما يصفه الحلفاء بالتهديد المتزايد الذي تشكله روسيا على أوروبا.
أفتى أحد قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في واشنطن بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو خلال العام المقبل لمساعدتها في الحرب مع روسيا، معلنين جاهزية قاعدة أمريكية جديدة للدفاع الجوي شمال بولندا. وجاء في الإعلان الصادر عن القمة أنه من خلال مساهمات تناسبية يعتزم الحلفاء تأمين تمويل أساسي بقيمة 40 مليار يورو بالحد الأدنى خلال العام المقبل، وتوفير مستويات مستدامة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا لكي تنتصر. وقال ستولنبرغ إن الدعم العسكري لأوكرانيا لن يجعل الناتو طرفا في الصراع، بل يساعدها على حماية حقها في الدفاع عن النفس وفق وصفه. كما أعلن الحلف أن قاعدة أمريكية جديدة للدفاع الجوي شمال بولندا أصبحت جاهزة لمهمتها التي ترتكز على رصد واعتراض الهجمات الصاروخية الباليستية في إطار درع صاروخي أوسع للحلف. وأوضح أن جاهزية القاعدة خطوة مهمة للأمن عبر الأطلسي في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية. وفي البيان الختامي عقب اجتماع قادة الناتو، اتهم الحلف الصين بأداء دور رئيسي في مساعدة موسكو في الحرب على أوكرانيا من خلال دعمها للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. وناشد القادة بكين وقف كل دعم مادي أو سياسي للمجهود الحربي الروسي، معربين عن قلقهم من العلاقات بين البلدين. وردا على بيان الناتو، طالبت الصين الحلف بالتوقف عما سمته التحريض على المواجهة. وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الناتو أن يتوقف عن تضخيم ما يسمى تهديدا صينيا، وأن يتوقف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم. أعلنت بلدية كيب تاون في جنوب أفريقيا نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم على أطراف المدينة جراء العواصف المدمرة التي ضربتها. ودمرت العواصف ما يناهز 1000 منزل في المخيمات العشوائية في بلدة خاليتشا على مشارف كيب تاون، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية، وغمرت مياه الأمطار مناطق أخرى. وأكدت الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا أنه من المتوقع أن تتعرض كيب تاون والمناطق المحيطة بها لجبهات باردة متعددة حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل، مما من شأنه أن يؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات. نهاية المسائية إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب يتلقى التهنئة من ملك الأردن بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لمأمورية جديدة. الوزير الأول يستقبل وزيرة الصحة التنزانية مبعوثة خاصة للرئيسة التنزانية محملة برسالة خطية لرئيس الجمهورية. والأكاديمية الدبلوماسية بنقشوط تحتضن احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وروسيا الاتحادية. نشرة أخبار الولايات بعد قليل. إلى اللقاء.